قال الشابي إذا شعبها أراد الحياة، وقال حشاد أحبك يا شعب، وقال الشوالي ألم نأكل من خيرها ونشرب من حذاري حذاري. والهدف الأول مش ممكن مش ممكن مش ممكن. حبيت نحذر من هذا اللاعب نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، قوي جدا هذا اللاعب رغم قصر قامته 1.75 متر، أصيل منطقة موجي داس كروزيس 45 كيلومتر على ولاية ساو باولو في البرازيل المعروفة بأرض الكاكي. ونعود للمباراة ونشوفوا بليل عيفة في نقاش مع الحكم اللي منعوا مواصلة اللعب على متن الدراجة النارية من نوع فرزة، طبعا هذه الدراجة الشعبية رقم واحد في تونس واللي هي خير سلف لأحسن سلف. وبطبيعة نتحدث على ذكريات الزمن الجميل مع البيجو 103 بالتونسي سان تروا بحرف الصاد، طبعا للعودة 43 دقيقة 3-0 لمنتخب السيليساو في انتظار ريمونتادا التاريخية التونسية، خاصة قاعدين نشوفوا السيدي محرز السيدي البشير يقوموا بالعمليات الإحمائية للدخول في بداية الشوط الثاني. وللتذكير مشاهدي تينسكوب على الصوتية الثانية أن هذا الفيديو للدعابة فقط، لأنه يقول الشوالي فعلها تونس فعلتها الرجال حمدا وشكرا، ويقول خليف تعظيم سلام لكل التوانسة المنتخب هذا عنده باع وذراع، ويقول الزغدودي تونس لا زالت في المونديال، أقل ما يمكن قوله هو أن المنتخب الوطني التونسي ما يستحقش الهزيمة هذا اليوم، ويقول الشعب تونس برجالها يحاربوا على جالها.